القادة العرب بيدوا إسرائيل مهلة 48 ساعة علشان تنسحب من غزة، مش بس غزة، جميع الأراضي الفلسطينية اللي احتلت عام 67. كمان القادة العرب بيدوا مهلة لإسرائيل إنها لازم تنسحب من القدس الشرقية، وإلا سيتم التعامل مع إسرائيل عسكريا. القادة العرب اتفقوا فيما بينهم على تكوين جيش عربي قوي جدا يحتوي على قوات النخبة العربية، وذلك لتحرير فلسطين وطرد جيش الكيان من الأراضي التي احتلتها عام 67 وتحرير المسجد الأقصى. المهلة دي هتبدأ الساعة 12 بالليل النهاردة. عايز اقولك ان نتنياهو متلخبط ومتخبط ومش عارف يعمل ايه، لان القادة العرب المرة دي مش بيهزروا وعقدوا العزم على تحرير فلسطين بالكامل وطرد الكيان زي ما قلتلك من كل الاراضي المحتلة، والجيوش العربية هتسيطر على فلسطين وهتسيطر على الاراضي الفلسطينية لحد ما تسلمها لاهلها، وهتكون القدس الشرقية عاصمة ابدية لدولة فلسطين، والمسجد الاقصى محدش هيدنسه تاني ولا جند صهيوني واحد هيدخله تاني. عايز اقولك ان القادة العرب المرة دي مش بيهزروا، وكل القرارات اللي خدوها واجبة النفاذ، وعلى دولة الكيان تنفيذ الاوامر فورا، لان الجيوش العربية مجتمعة بتحاصر دولة الكيان دلوقتي من البر والبحر والجو. القادة العرب في حالة اجتماع دائم، وحالفين ما هيفضل الاجتماع ده غير لما يرجعوا فلسطين لاهلها. طبعا كل الكلام اللي انا قلته لك ده مش صح، لكن ده وهم او حلم. كل مواطن عربي نفسه الحلم ده يتحقق، ونفسنا القرارات دي تخرج من القادة العرب مجتمعين. وياريت ما نحملش مصر لوحدها الكلام ده، كل القادة العرب مسؤولين من مشرقها لمغربها من شمالها لجنوبها. لو نفسك كل القرارات اللي انا قلتها دي تتخذ اكتبي في الكومنتات رأيك فيها، ونفسك الكلام ده يتم ولا لأ، ومش هتخسر حاجة لو ضغطت عليكم. طبعا